أسرار لا تعرفها عن نجيب محفوظ. لماذا تأخر في الزواج؟ ولماذا أخفى زواجه 10 سنوات؟ ولماذا لم يذهب لاستلام جائزة نوبل بنفسه؟ في البداية، إذا أعجبك الفيديو فبرجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ هو واحد من أشهر الأدباء، ليس فقط في مصر وإنما في العالم كله، وهو أكثر أديب عربي حولت رواياته إلى أفلام ومسلسلات. وبالطبع لن نستطيع أن نرصد أعماله ورواياته وجوائزه في هذا الفيديو القصير، وإنما سنذكر بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عنه. وأولها أنه تأخر في الزواج حتى سن 43، ولذلك سبب أن نجيب تولى رعاية والدته وأخواته الأصغر منه بعد وفاة أبيه. وبالرغم أن نجيب لم يكن أكبر أخواته، إلا أنه قال في أحد اللقاءات أن أخواته الأكبر منه كانوا قد تزوجوا وانشغلوا بأسرهم. الغريب أيضا أن نجيب محفوظ تزوج وأخفى خبر زواجه أكثر من 10 سنوات، لأنه كان مقتنعا أن الزواج له خصوصية شديدة، بل كان ينوي أن يخبئ أمر زواجه أطول من ذلك لولا واقعة طريفة حدثت، وهي أن إحدى ابنتيه تشاجرت مع زميلة لها في المدرسة، وبالصدفة الشديدة علم الشاعر صلاح جاهين الخبر من والد الفتاة التي تشاجرت مع ابنته، ومن ثم عرف في الأوساط الأدبية أن نجيب محفوظ قد تزوج وانتشر الخبر. من الأمور الطريفة أيضا في حياة نجيب محفوظ والذي أثار استغراب الكثيرين هو عدم ذهابه لاستلام جائزة نوبل بنفسه، وجائزة نوبل تعتبر من أعلى درجات التكريم في العالم. والسبب في ذلك أن نجيب محفوظ لم يكن يحب السفر، ولم يكن يحب المظاهر والصخب والاحتفالات، واعتذر للجنة المنظمة لحفل جوائز نوبل بطريقة لطيفة وقال لهم أنه رجل مسن وأنه مريض، بالرغم من أنه لم يكن مريضا، وأرسل ابنتيه لاستلام الجائزة في السويد عام 1988، وهذا ما ذكره الكاتب الصحفي الشهير محمد سلماوي والذي كان من المقربين لأديبنا العالمي. توفي نجيب محفوظ عام 2006 عن عمر 95 عاما بعد رحلة طويلة للأدب العربي، وبالطبع لنا مع حياته وأعماله لقاءات كثيرة قادمة إن شاء الله.